وإذا كان من المستبعد وقوع حرب مباشرة بين القيصر والسلطان، فإن الحرب بالواسطة غير مستبعدة، فكيف ستكون طبيعة هذه الحرب؟ من اندلاع حرب عالمية ثالثة إلى انتهاء الأزمة بتقديم تركيا اعتذارا إلى روسيا، بين هذين الحدين تراوحت السيناريوهات المثارة بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية، لكن بين هذين الحدين تندرج السيناريوهات الأكثر واقعية. ردود الفعل بدت أقرب إلى الاحتواء منها إلى التصعيد. الكرملين يؤكد أن بوتين لم يتحدث عن رد عسكري على إسقاط الطائرة، وإردوغان يطمئن لا نية للتصعيد. في الميدان توجهت روسيا بدل الهجوم إلى تعزيز دفاعاتها، فأعلنت أن الطراد موسكو المجهز بمنظومة دفاع فورت المشابهة لS-300 سيرابط في اللاذقية. وإذا كان وقوع حرب روسية تركية مباشرة أمرا مستبعدا، فإن الحرب بالواسطة واردة كما الحرب النفسية. فتسليح موسكو وحدات كردية ولا سيما حزب الاتحاد الديمقراطي هو أحد الأوراق التي قد تلعبها روسيا. تركيا في المقابل لن تقف مكتوفة الأيدي، وربما في إطار توازن الرعب سربت اليوم صورة مقاتل تركماني يحمل صاروخ ستريلا الحراري المضاد للطيران. لكن ماذا عن مصير المنطقة الآمنة التي تبدو هي السبب المباشر في انفجار الجو بين أنقرة وموسكو؟ إردوغان رفع السقف، وبعدما كان يشاع أن المنطقة الآمنة ستمتد بين جرابلس وأعزاز، قال الرئيس التركي أنها ستصل إلى شاطئ المتوسط، وهذا يعني إلى كسب مرورا بجبلي الأكراد والتركمان. فهل ستستطيع موسكو منع أنقرة من تنفيذ المنطقة الآمنة؟ الجواب عن هذا السؤال سيحدد الرابح من الخاسر في جولة الكباش الراهنة بين روسيا وتركيا، وعلى هذا الجواب أيضا سيتحدد ما إذا كانت سياسة روسيا تتطابق مع مثلها الشائع الذي يقول لا تجرح الدب إذا كنت غير قادر على قتله.